برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا نبدأ الحقيقة حلقتنا مع مراسلنا كريم أحمد من ملعب التاتش، ويطمننا على اللعيبة النهاردة والتدريب مشي ازاي. مساء الخير عليك يا كريم. مساء الخير عليك زميلتي العزيزة سارة، وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي قناة الألي في كل مكان. كريم، عايزك تقولي النهاردة كده التدريب كان ازاي مع كيفن جونسون، وكمان تطمننا كمان على المصابين. بالتاكيد طبعا، يعني هبدا معاك يا ساره. في البدايه في تحذيرات شديده جدا من الجهاز الطبي هنا في النادي الاهلي بالالتزام بالاجراءات الوقائيه والاحترازيه، لان طبعا يمكن فقدنا عدد من لعيبه النادي الاهلي خلال الايام الماضيه. بنتمنى ان شاء الله يعودوا من جديد. النهارده كان في مسحه رابيد تيست لكل لعيبه النادي الاهلي، وايضا كمان لقفشه وموسيماني والسوليه ورامي ربيعه. ان شاء الله باذن الله نطمن عليهم في خلال الساعات القادمه، لان عارفين النتيجه ان شاء الله في خلال الساعات القادمه دي تطلع باذن الله تكون سلبيه، ويشاركوا من جديد مع فريق النادي الاهلي. بجانب طبعا التاكيدات الكبيره جدا على الاجراءات الاحترازيه، وهو استعداد النادي الاهلي لمباراه الاتحاد السكندري. في جديه وحماس كبير جدا لكل اللعيبه وتركيز. محاضره النهارده كانت في بدايه المران، كيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني فيديو كونفرنس، كان فيها تحذيرات كثيره جدا خلال المرحله القادمه، وتحديدا كل الامور الخاصه بنقاط القوه والضعف والثغرات وحماس الكبير اللي في الاتحاد السكندري. مباراه ليها حسابات خاصه فنيا وايضا كمان داخل المستطيل الاخضر، لكن ان شاء الله باذن الله مع التركيز الكبير اللي فيه لعيبه النادي الاهلي والحماس اللي بنشوفه من التدريبات، باذن الله خطوه بخطوه نقدر نحافظ على لقب ببطوله الدوري العام. النهارده كمان نقدر نطمن كل جمهور النادي الاهلي على اكثر من لاعب كنا بنتمنى ان هم يكونوا متواجدين النهارده في التدريبات، وبالفعل شفناهم النهارده على راسهم مروان محسن اللي غاب خلال الايام الماضيه وخلال التدريبات والمباريات الماضيه عن فريق النادي الاهلي. شارك النهارده بكل جديه مع وليد سليمان اللي ايضا كمان كان متالق النهارده في التدريب، بجانب طبعا كل اللاعبين اللي النهارده شاركوا. حسين الشحات كمان اطمنا عليه النهارده في تقسيمه كانت اكثر من رائعه لكل لاعبي النادي الاهلي. كيفن جونسون النهارده كان مركز بشكل كبير على الاخطاء، على التحركات، التمركزات. النهارده يمكن اشتغل بشغل تكتيك بشكل كبير جدا على فريق الاتحاد السكندري. طبعا الراجل يمكن بيشوف نظري وبيبدا يطبق عملي في المستطيل الاخضر مع لاعبي النادي الاهلي. بشكل عام كل اللعيبه النهارده كانت مركزه الحمد لله، طمنا على كل اللعيبه النهارده، بس كان في كدمه قويه لايمن اشرف في بدايه المران. يعني الاشتراكات والحماس الكبير ده بيبقى دي نتيجته، لكن كلها طبعا بتصب في مصلحه فريق النادي الاهلي. لكن على طول مباشره تدخل الدكتور اسامه مصطفى طبيب النادي الاهلي للاطمئنان على ايمن اشرف، شارك من جديد واستكمل المران بكل قوه. الحمد لله كل الامور ماشيه بشكل مطمئن جدا لكل فريق النادي الاهلي. يتبقى بقى باذن الله ان شاء الله عندنا امل كبير ان موسيماني باذن الله تكون مسحته سلبيه. يعني عندنا بعض الاخبار كده لكن لسه مش مؤكده بشكل كبير ان مسحته سلبيه، لكن ان شاء الله يشارك مع فريق الاتحاد في مباراه الاتحاد السكندري من خارج الخطوط. بجانب كيفن جونسون اللي وجهنا له التحيه وبنوجه له التحيه اكثر من مره على ادائه الرائع والمميز واحتواء اللاعبين خلال الايام الماضيه وخلال المباراتين الماضيتين تحديدا. يعني كريم طبعا بنتمنى الشفاء لموسيماني، وان شاء الله ايمن اشرف يكون كويس. بس عايزه اسالك، بما انك على طول في التدريب معاهم وشفت موسيماني ازاي بيبقى مع اللعيبه في التدريب، وطبعا الفتره دي شفت كيفن جونسون، انت ككريم من جوه الملعب حاسس باختلاف في التدريب؟ يعني يمكن الناس كلها شايفه انه حاسين ان موسيماني كانه موجود بالظبط من كتر ما كيفن جونسون متابع مع موسيماني وبيشوف كل التدريبات طبعا بتتسجل له فيديو. شايف ازاي كيفن جونسون نفس طريقه موسيماني في التدريب، ولا في اي اختلاف بالنسبه لك؟ الحقيقه طبعا يعني يمكن كيفن جونسون من المدربين المميزين جدا، وكانت فرصه ليه المباراتين اللي فاتوا يمكن ظهر بشكل رائع ومميز. في تنسيق على اعلى مستوى مع بيتسو موسيماني، لكن القياده من خارج الخطوط محتاجه شخصيه، محتاجه شخصيه مدرب ومدير فني مميز. احنا عارفين ان كيفن جونسون كان مدير فني ايضا في جنوب افريقيا، شغله لمنصب مدرب عام مع بيتسو موسيماني ده شيء يحسب لبيتسو موسيماني وايضا كمان لكيفن جونسون. الحقيقه الراجل بيقوم بدور كبير جدا، هو النهج واحد والاسلوب واحد، لكن زي ما باكد لك يا ساره القياده من خارج الخطوط في مباريات قويه ده امر مهم جدا شفناه، وكان اختبار كبير لكيفن جونسون مدرب فريق النادي الاهلي. راجل ماشي بشكل مطمئن وطيب، وده اختيار موفق لمجلس الاداره من البدايه ان يكون الموافقه على وجود كيفن جونسون كمدرب لفريق النادي الاهلي مع بيتسو موسيماني. عندنا اكثر من مدرب على اعلى مستوى زي ما اكدنا وقلنا، بيتسو موسيماني كمدير فني، كيفن لو متواجد على الخطوط، كابتن سامي قمصان ايضا كمان اللي بيقوم بدور كبير جدا. كل الامور دي الحمد لله بتطمننا وبتطمن كل الجماهير الفتره اللي جايه. اي حد يكون متواجد زي ما بنقول، اي حد يكون متواجد داخل المستطيل الاخضر بالنسبه لعيبه النادي الاهلي هيكون على قلب رجل واحد، وايضا كمان اي مدرب من الجهاز الفني يكون متواجد في اي ظروف استثنائيه بتمر على فريق النادي الاهلي كالعاده ان شاء الله يكون موفق. يا رب ان شاء الله باذن الله ما يبقاش في اصابات، تبعد بقى الكورونا وتبعد الامور الخاصه اللي بتعوق مسيره النادي الاهلي خلال الايام القادمه، ويا رب ان شاء الله نطمن بشكل عام على كل لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني.
كريم بشكرك شكرا جزيلا، واكيد هنبقى على تواصل معاك لان المفروض نتيجه المسح هتبان كمان شويه، لو في اي جديد طبعا هنتابع مع حضراتكم. وبشكرك شكرا جزيلا. طبعا الحقيقه يعني بنتمنى كل المسحات تطلع سلبيه، وبنتمنى ان ما يكونش في اي اصابه بفيروس كورونا مش بس في صفوف لعيبه النادي الاهلي ولكن الحقيقه في العالم كله. يعني يمكن وباء كبير يعني حل علينا وعلى العالم كله من السنه دي وداخل معانا للاسف السنه الجديده. بنتمنى ان كل الناس تتبع الاجراءات الاحترازيه، وانه الكمامه مهمه جدا والتباعد الاجتماعي مهم جدا، وان شاء الله ما يكونش في اي حد مصاب بكورونا وفي يوم من الايام نصحى ان يكون الوباء ده اختفى تماما. خلونا